الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم. مساء الخير. حلقة جديدة من عندي، ما نقول لك، على قناة التاسعة في سهرة الجمعة عندي. ما نقول لك، للمشاركة في البرنامج تنجموا تعملوا أبيل على البورتابل على الرقم 28 835، ثم 3 أصفار، أو الاتصال المباشر على العنوان التالي 26 نهج المعمل الشرقية 2. أعيد، للمشاركة في عندي ما نقول لك تعملوا أبيل على رقم التليفون 28 835 3 أصفار، أو على العنوان التالي 6 نهج المعمل الشرقية 2. طب عندي ما نقول لك باش يبدا الان، نمشي مباشره. الريهام، مساء الخير. مرحبا بك عبد الرزاق، اهلا بك. اهلا وسهلا، حلقه سخونه اليوم. اي ديما الحلقه تكون سخانه تاع عندي ما نقول. يلا شكرا لك ريهام، بالطبيعه تنطلق حلقه جديده من عندي ما نقول لك. انتبهوا مليح، انتبهوا مليح. الليله في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في زوز حكايات، باش نتبعوا حكاية محمد نزار اللي بعد ما طلق هنونة مرته اندم وتحرم من بنته وتعكرت حالته الصحية ولا يقوم بالدياليز. أنا نحب نحكي معاها. تحب تحكي معاها هي؟ أنا أبار معناها نحب نحكي معاها. لا نحب، راني تصور معناها كي طلقنا ما نجمتك اللي نقعدوا إجا هنونة نقولها نجموا نحكي وشي صار. لكن البداية باش تكون مع حكاية جوديت، روسية إيطالية تعيش مع رجلها عماد في تونس. هو يخدم ومش يخدم وعندي شوي مشكلة مو متومو. أنا بدي هو هو بدي أنا شتاعي أنا تعود جيبو صغير قولي سبارة خير وقتاش كان مك بالفيسبوك. لا مساء الخير مشاهدينا الكرام، التاسعة ليلا على قناة التاسعة عندي ما نقول لك. مساء كل جمعة بالطبيعة، للمشاركة في برنامج عندي ما نقول لك يمكن الاتصال على الرقم البورتابل 28 835 000، أو الاتصال مباشرة على عنوان البرنامج مقر عندي ما نقول لك 26 نهج المعمل الشرقية 2. أعيد، للمشاركة في برنامج عندي ما نقول لك يرجى الاتصال على الرقم 28 835 3 أصفار، أو الاتصال مباشرة 26 نهج المعمل الشرقية 2. نحب مباشرة نستقبل، انتبهوا مليح، قصة جديد الطليانية. جديد أهلا وسهلا بك. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بك جديد. برا عاد توا مش مشي حلها توا هكا جديد، تفضل برا عاد توا أقرب شوي هكا هكا اش مش يفضها مع جديد الطلياني تعب فيه منا. يلا مرحبا بك. شكرا. اسمك، اسمك بالكامل جوديت. جوديت كرنان. جوديت مش جوديت، جوديت. جوديت جوديت كيف؟ والله عجبتني حاجة في جوديت، خليني أقول جوديت جوديت اللي هو اللي باش نعاي. من اللي قعدت، من اللي قعدت، تبهوا مليح باش نقول. وهي تعمل هكا تغطي في تهبط في جوبها. عجبتني الفازة. طليانية وتغطي في الجوب نتاعها. والله 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 عجبتني. والله عجبتني، والله حلوة برشا، والله محلاها محلاها. يلا جودت قدش عمرك؟ 36. 36 36 وي. وين وين تولدت جودت؟ أنا في تونس، عندي عربة صغير. لا لا، الولادة متاعك. أنا في تونس. تونس أنت مش وين ولدت أولادك، أنت في إيطاليا تولدت وين؟ فين البلد نتاعك؟ استنى. انا اوريجينال اوريجينال تاع روسيا. روسيا روسيا اي فما شبيها في من روسيا هكا حسيت روسيا. امي بابا مرت بوتين تشبه لك هكا جديده اللي باش ياخذها. ماما اي بابا مات
Omi o baba ta jena met, nġita familja ta Italia, nġita ġibi fi Russia. Ġit il-Tunis? Oui. Omi kubuk metu, ġit il-Tunis, għam qaddex? Jena xeb kalmi bil-Italiano. Bil-Italiano? U jena ma nifhimix, ja madam, bil-Italiano. Bej, xoj, xoj, nifhimu. Jena da Russia. Omi o papa ta jena met, waktex jena zgħajr. Nġita familja ta' Italja, mra u raġel mandiċ zgħar, nġita fi Russi, nġita ġibi jena. Bċita fi Italja, bad nara fraġel ta' jena, u bata Tunizi, fi Italja, nġita jene fi Tunizi. Ej, kifeċ ġit il-Tunis? Xo li ġebek il-Tunis? Raġel ta' jena, u bata Tunizi, u bata fi Italja. Nara fova, malta marjaġ. Ġit il-Tunis? Ġit il-Tunis. Għam qaddex? Sena? Għaxna snin, bad nġita, bad nġita ġdida. Bad. Raġel kis ismu? Imed. Imed? Ui. Imed. Imed għandu muxkla fi Italia, għandu ekspulsjon. Għandu ekspulsjon. Ċufi, ta' omri ta' jene jene fi Tunisi. Għandi arba zgħar, zgħar ta' jene mxi madr sejne. Wafa. Gber jene. Ġedin. واضح خلينا نتعرفوا على جودت في التقرير هذا ونرجعوا للحوار جودت يلا نشوفوا مع بعض قصة حب جودت وعماد بدات في إيطاليا وقتها كان عماد يخدم في مقهى رغم اللي ما عندوش أوراق تعرفوا على بعضهم وتطورت العلاقة وأصبحت حب توجوه بزواج لكن عماد كان عنده مشاكل إقامة وتم ترحيله من التراب الإيطالي وتحولت معها جودت لتونس هي وصغارهم الأربعة ورغم البيئة المختلفة فإنها تأقلمت جودت مع الحياة في تونس هي ليلية بالصغار وبتربيتهم وبمدرستهم وقريتهم وعماد يخدم سائق شاحنة من الصباح لساعات متأخرة في الليل باش يوفر لعائلته مستلزمات الحياة ومن مدة أخرى كانت جودت تزور إيطاليا لكن عماد كان غير قادر على مرافقتها رغم اللي هو قضى أكثر من 5 سنين في تونس والليلة جات جودت لعندي ما نقولك مستدعي عماد تحب تعترف له بحبها الكبير ليه وإنها مازلت معاه في السراء والضراء وتحب تلقى حل على أمل يرجعوا يعيشوا في إيطاليا هما وصغارهم الأربعة أو يستقروا نهائيا في تونس تصفيقة تستحقها جودة بعد التقرير هذا تعرفت على راجلك في تونس ولا في إيطاليا؟ لا في إيطاليا في كيفاش تعرفت عليه؟ أنا يمشي نجي هو يجي نشرب قهوة يجي نشرب قهوة مشيت مشيت شربت قهوة أخي عرست باهي شنو راك أول مرة راك عجبته؟ شنو؟ راجل زوجك كي راك أي راجلك راك قال لك أي نشربوا قهوة ديريكت هكا قال لك لا صباح صباحك أنا يخدم في قهوة يخدم في قهوة هو وين هو نجي؟ هاي صباح خير صباح الخير تعرفتوا على بعض عجبك كي شفتوا عجبك يعني جيبوا لي مترجم يا ولدي كي شفتوا يعني كي شفت راجلك حبيتوا حبيتوا وي من 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 الاول من الاول حبيتوا عماد شو الباهي في عماد في عماد شكون تشوفه بعيد قولتي هذا شو باندي تقول تغاشش ماله علاش انا نشوف هو كل يوم شو هكا عملت لي شنو؟ لا كل يوم متغشش هو ديما متغشش لا مش هو متغشش معينيته هو وجهه يوحينا كانه متغش فهمني؟ ما انا نشوفه كل يوم هو في كيفي 5 تاع 7 امشي يخدم انجي في 10 في الليل تشوفه هو قالت لك بعدين انا نمشي يخدم في سبع صغار راقد نجي في ليل صغار راقد انا نحكي في ايطاليا ساعه جودت خلينا في ايطاليا كيفاش تعرفت عليهم بعد توصلوا لتونس كي تعرفت عليه وين تم الزواج وين عرستوا لا نعرف نعرف في ايطاليا بعد عملت مارياج ما هو عنده اكسبولسيون في ايطاليا ما عنديش فيزا ما مش ريغولار في ايطاليا هو اوراقه مش قانونيه ايوه انا جيت خبلة تاع والدي كبير تاع ادم قلت لك ادم اي هو قالت لك امشي في تونسي
عملي واركة بالقد بالفيزا ليش تاو عندي مرياج عنده صغيرة طلعت عليك قديت بعد يمشي جديد في تاع أي ما كابا مرة ما تمش محامي كابا مرة يمشي في أمبشاتا وارتا إيطاليا ما تمشي كابا مرة أوجا يمشيت يا كاو سايق وف نعرف عجا شوفي سامعني شكون مش فهمت سامعني لا لا سافا سافا نفهمو فيك جدات وانت تعبت انك تمشي للسفاره باش تريقل الاوراق ولكن ما نجمتش ما تمش شكون قولي اجا اك شوفي شنو اجا اك شنو معناتها اجا اك انت امشي ما فهمتيش اجا اك كيف اجا اك لا ما تمش شكون قولي اجا ريغولار قولي شوفي ماذا جوديت عملي وركيتي عملي وركيتي جيبي محامي جيبي هاتي بعد تشوفي فيزا امشي في كلماتي محامي في ايطاليا اي عملت ورقة عملت كل شيء ثلاثة سنين ما فهمش ما تمش شيء مشيت انا في امبشاتا اي شوفي اي علاش ولدي ايطالياني عندي باسبورت امرا كل عنده باسبورت امرا واو عايشة بات غضبة عايشة شهر الاخرى عايشة عن الاخرى هذاك مشكلة وين ما عنديش شكون يقولي جودي تعملي اك واي ميد عملي اك ما تمش كون قولي كباجة قولي شوفي عملي هاك 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 امشي محامي قولي عاجة امشي امبشاتة قولي عاجة أخرى امشي الأخرى امشي قولي عاجة أخرى انا مش تابت تاع تونسي انا خايب تونسي ولا عندي جيراني باين في تونس عندي كل شيء ما عنديش مشكلة تاع فلوس انت شنو انت خايب تونس انا خايب تونسي خايب تونس اسمع انت خايب تونس ما عنديش مشكل نحب تونس اي مش خب تونس نحب تونس عاود ما عنديش مشكل قول نحب تونس نحب تونس ايوا فوالا ما عنديش مشكل هنا في تونس عندي دار عندي فطور عندي ما عنديش حاجه ما عندي اربع صغار اربع صغار اي مشكل يخدم هو وحده اي مشكل ولدي ايطاليانية علاش ما عنديش بوسيبيليتي بامشي غادي تمشي الغادي لإيطاليا انت يعني تحب تروح لإيطاليا مع عماد مش واخدي مش مع عماد بالطبيعة مش طيب مع عماد واولادك اي لا لا مش وحدك لا وعلاه ما تروحش وحدك لا ايش بيك عملت جاتوز عملت اربع صغار مع راجل عملت جاتوز عملت اربع صغار ايه ليه عاودها عاودها ذي بربي ليه بابا وباي تاع صغار شنو طيب ويمشي لا 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 قلت لكم ما عملتش كاتوس انا ما عملت برشا قالت لك جيبي صغار يعني اربع صغار لا 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 او انا ايماد وخط اخت او انا ايماد وخط اخت واف ايماد شوفي انا عندي اربع صغار ايماد خمسه صغار كيف ولدي كيف ولدك؟ ايه كيف ولدك؟ مقواها جودة محليك كبير مع هو انا كبير مع هو كبير مع هو كبرت مع هو؟ كبرت مع هو؟ ريت تعبر والله صغير كل يوم هو يخدم ومش يخدم وعندي شوي مشكلة مات أمو أنا بدي هو بدي أنا شتاي أنا تعود جيبو صغير قولي سبالة خير وقتاش كان ما قبل فيسبوك لا واضح صغير تاوة مع أنا خب فهمتي هو كانون تا إيطاليا قولي بعد خمسة سنين اكسبولسيون ناخي فما دوماندا فما واركا انا خب فهمتي انا تاو شتعمل كانون تا ايطاليا ما خبش اخزر يعني انت تو راجلك عماد ما خلوهوش يسافر لايطاليا هكول يعني باش ياخذ الاقامه في ايطاليا وانت تحب انا تاو جيتيني انجيتيني بعملي سوربرايز هو علاش خب قولي هو شكرا هو خرج من تونس حارق اي بل اي حارق بل شنو هذه اي بل بات بل قول حارق حارق باي حارق ها حارق حارق اوكي اوكي انا خب عملي سوربريز هو قولي انا بدي هو قلبي تا انا بدي هو خب ما هو سولوسيون خب ما هو خب شكون قولي شوفي جودي تيماد انا امشي نشوف اش تعمل
هذا شهر بس غير عرب صغير يخدم هو واحد انا ما عنديش مشكله عندي كل شيء مع عرب صغير عرب صغير كبير يمشي مدرسه يا جودت وعلاش عرب صغار ايه ربي اربع 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 ايه ربي برشا في تو شو قال تربي والله يغلبتني ربي حب معناتها ربي حب ايه ربي فما شكون ما عنديش اش تعمل انا قولي لي اي وحتى الحب حب زاد اي الحب الحب خليكم تجيبوا اربع صغار اي كاو تاو ستوب اه تاو كامل ستوب يا زي تاو على كل شيء ستوب اه زي كل شيء اربعة يا زي كيف اما عماد مازلت تحبوا اي مش خابوا اباي لا مش خابوا عاودها اباي عاودها استنى استنى جدي انا مش نقول لك مش نقول لك تحبوا انت قولي اباي تحبوا خابوا هو خابي هو اباي هذيك ايش بين جيت ايطاليا وقد بدا ما تطلعش جدات مش طليانيه تونسيه يا ولدي ايه عليه كيف عينيها خضر والدنيا علاش مرات ايطاليا مش كيف مرات تونس انت تقلبي اجا تقلبي مش ايطاليانيه عربيه انت اجا تقلبي فما شكون باهي شكون مش باهي اكيد الباهي والخايب سواء في تونس في ايطاليا وحتى في ايطاليا لا شكون توحشت في ايطاليا شكون تحب تراه في ايطاليا لا في ايطاليا ما عنديش حتى حد فمية تاينا صغير تاينا كاو عندي صعبتي كالمو كادوتا صغيرة كاو ما صعب صعب قد ايه عندك ما زرتش ايطاليا قد ايش عندك ما مشيتش ايطاليا اربع سنين ونص اربع سنين ونص ما مشيتش ايطاليا وي ايوه وي انا تاين جيت تاكنتي علاش خب شكون شكون نوتليني مفوقين يعني انت تحب تحب انت ماكش حارقه في تونس انت جيت بالباسبور باهي جايزه مش في البطوش يا بك حارقه لا لا عندي باسبور عندي كل شيء قانوني ايه عندي بالقانون ما عنديش حاجة بالقانون اه بالقانون لا 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 اباي 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 ايه انا نقول اباي ليش وقتاش تغشش مع صغير تو قول اباي اباي ايش تعمل انت اباي اقعد هذه اباي بتاع باب جديد راهو ولا باب سويقه اي كي طلعت للتغادي باهي باهي اباي جديد طيب انت في تونس امور قانونيه الاقامه نتاعك تجدد فيها في تونس مع زوج الاقامه يعني الوثب هنا امور قانونيه اي سافا نورمال اولادي تاني عملت كل شيء انا مشيت يكتب صغير عندي قانون معايا انا في ايطاليا انا قانون معايا ما عنديش انت كنت تتفرج فيا في ايطاليا هاك انت هاي هاك علاش انا قلت لك تاع شعرك شعر حكيت الشعر شنيا هي احكي علاش عماد ما عنديش شعر عماد ما عندوش شعر قلت له لازمك تعمل شعرك يا عبد الرزاق لا وقت تشوف في التلفزيون نقول تشوف هو عنده شعر انت ما عندي شعر علاش اباي ايه اباي بيه جديد اولادك الكبير قداش عمر تسع سنين والصغير ثلاثة سنين عندي سؤال خطير ليك ها ست اشعار صغار صغار انا عندي سؤال خطير ليك شنو خطير سؤال خطير خطير يعني سؤال صعب ايه سؤال صعيب ايه انت ايه اسامي اولادك اسامي عربية ايه انت ايه اسلمت والا قعدت في دينك انا مسلمان ولا اي خب سينشريتي وخب اجا مش سينشر انا لا مسلمان لا كريستيان انا نعرف فما ربي مفوق اي اني تاع ربي مفوق انا كاو مؤمنه بالله اكاو اي اكاو انا نعرف ربي مفوق اني تاع ربي مفوق انا واضح تصفيقه كبيره أكاو. على الجدد اطلع يدي ما انا ما حبش قولي اجا مش ربي مفوق ربي تايا مفوقيني كيفاش ترى تونس؟ تونس اللي عايشة فيها انت توا كيفاش تحس البلد في أزمة لباس كيفاش تحس تونس؟ كيفاش ترى تونس؟ كيما إيطاليا ولا؟ لا شنو يعجبك في تونس؟ تشوفي أنا فما ديفيرونس تاع مينتاليتي في إيطاليا مش كيف هنا
ما لا انت مش فهمتي انا مش فهمت لا لا فاهمك فاهمك انا فهمت شنو اللي يعجبك في تونس شنو حبت تونس شنو تحب شنو تشوفي عندي جيراني باي جيراني مرابع دي دار وعن سخون سخون مش كيف إيطاليا في إيطاليا باردة تونس الطقس سخون وانت تحب أنه يكون سخون دافي معناتها بعد فما بابا تايماد وباي تايماد أقعد مع مع إنو عيماد مع بيتك ومع حموك ما تحبها أنت أم عماد؟ أم عماد مات مسكين ما أنا خبوا بعشا كنت تحبها؟ خبوا بابا تعوى وقد ما أنا أنا موت على بابا تعوى على بو تموت موت. على بو عماد؟ أنا كلموا بابا بابا وقتش أنا فيك في سبا قولي بابا سبا خير مش قولي برب يعطيوني أقوى الجدد خليني شت عيطني؟ قولوا بابا بابا خب كعوة شنو خب خب كسكروتة شنو خب شو الطيب شو تعرف الطيب تونسي تعرفين زي قلب كل شيء تونسي انت شنو الطيب ملوخية كوسكسي عود لي دقيق شنو الطيب قل ملوخية ملوخية بير عملت في دار ملوخية برشا برشا بنات راه ما ينجموش طيبوها كوسكسي كوسكسي وي برشا بنات ما ينجموش طيبوها كوسكسي يجي في دار يجي ياكل في دار تاعنا ياكل ملوخية ملوخية وكوسكسي اي مكرونة شكون علمك التطيب التونسي شكون شكون علمك باش نجمت الطيب التونسي أم أم تاع أم عماد هي اللي علمتك وطيب لهم ساعات ماكلة طليانية كابا مرة فاهمة كابا مرة مثلا شنو طيبت لهم ما لازانيا نعرف لازانيا لازانيا هي نعرفوها لازانيا و سباغيتي بخوت ما عنديش مكرونة بخوت سباغيتي مكرونة بالخوت خوت نعودوها مكرونة بالخوت الحا ما تلعبش عندها الحا ليك وقتاش انا خبيوك الايطالياني بقول بالحوت بالخوت لا نعودوها قول حا حا فلا بالحوت بالحوت باهي باهي جدي وي دونك تو فهمنا الوضعيه نتاعك طليانيه جيت لتونس عرست بعماد عماد ما نجمش يرجع لايطاليا انت تحب ترجع لايطاليا هذا غير ما هو مش وقت يا ما هو ما هو ما عماد مش وقت ما حبش يمشي وقت امشي في ايطاليا ما عماد وقتي مش يمشي تعيش في زغوان انت وي في زغوان في برمشيرقة بعد زغوان بعد ما مشيت الحمام الزريبة مشيت وعملت عومة غادي مشيت مشيت الحمام وي انا عمري تاعنا كيف امراه اخرى في كتاب بيعزلي اولادي في مدرسه صغار كوش دوتش صغار تاع عمري تاعنا ما عنديش حاجه تاع ايطالياني لا واضح انا سافاك ما في إيطاليا فما possibility إني ما تمش أنا واحدة إني اسمعني أنت عبارة مرأة تونسية عشت عشت التوانسة بالقديم بالقديم معناتها كيما مرأة تونسية تقوم الصباح أولادها المدرسة طيب الفطور كل شيء جديد كيفنا نحن بالضبط وي سي علاش لا علاش ما حاولتش تشتغل مع زوجك تخدم في تونس؟ اي وين يخدم؟ عربة صغير مش خدمة عن صغير كيفاش؟ وين سايبو صغير؟ أنا خايب يمشي يخدم، ما وين يخدم؟ عربة صغير وين ماشي؟ لو جات الظروف المادية الفلوس سافا في تونس تقعد تعيش في تونس ولا تقعد ولا تمشي لإيطاليا؟ مش باهي أنا وعماد فما ساكريفيش عربة صغار فما ما مش 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 لتا أورغانيزاسيون مش لتا مدرسة أنا أسكت في برمشيرقة غار غار شو معناتها؟ برمشيرقة غار ما نرى بدأت زغوين ما تمش راودة ما تمش مدرسة باي خب يمشي في دكتور مشكلة كل شيء مشكلة كي تبدا الحالة المادية متوفرة تنجم تخرج من غادي وتسكن في مكان آخر مثلا ما في المدينة تسكن في زغوان المدينة في وسط زغوان يعني أنت اللي فهمت وجدت تحب تمشي لإيطاليا أنا ما مش حب أمشي في إيطاليا حب سولوسيون
خايب سولوسيون ش... تا فاميليا تاعنا انا ما عنديش ماما ما عنديش بابا كان مي ماما وبابا قولي اه ماما عندي مشكله عايشة او بابا عندي مش انا ما عنديش عندك انا ميدو صغيره كاو اي هذوكم عائلتك احب شنو تحب خيب شكون اوقد ما انا ما ايماد شوفي شنوين مشكلة ايماد علاش كابا مرة فيزا مش امشي كابا مرة عملي ايميل مش زماتي شنو كابا مرة كابا مرة كابا مرة عملت محامي في ايطاليا اش معناتها كابا مرة una volta ma non c'è Cabo nessuno marra. Che parli in italiano qui famma marra famma marra caba marra famma marra famma marra mohammed amalt mohammed kush... famma marra amalt mohammed in Italia e stenna tre sasni ما فهمش شيء ما فهمش شيء عملت ايميل عملت فاكس انا جدت جدت راجلك عماد وي علاش هبطوه اكسبولسيه في تونس شو اللي عملوا عنده مشكله هو في مشكله في السجن اي بالقانون بالقانون شنو عمل مشاكل انا دخل الحبس دخل الحبس لا 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 اتي لا لا Ovo fama frequentazione mush bei e mushim shi tak la ma dakhlesh donc علاش هبطو علاش هبط expulsé le tunis علاش ما عنديش فيزا اي اوه ما عندوش فيزا اي ما عنديش فيزا او تراستا اوه شوي فما شبهات فما بي انت كي تزوجت بي ما نجمتش تعمل له الاوراق انا ما عنديش اكسبيرينس وقتاش نعرف هو ما عنديش اكسبيرينس تاع اكسبولسيون تاع فيزا اي وقتاش ايمات جبت لك اكسبولسيون قانون مش كيف تاعو وقتاش ايمات جبت لك اكسبولسيون مش كيف قانون تاعو في ايطاليا اي لكن انت بعلاقاتك في ايطاليا ما نجمتش تعمل له الاوراق لا علاش وقتاش ايماد مش ناخي اسبورسيون اي مش عملوا فيزا فهمتي واضح واضح باهي جدد ناخي باتي فيزا قانون تاع ايطاليا خاب شكون ناخي اكسبورسيون تاع ايماد تاع ايماد تا وقتاش ايماد مش ناخي اكسبورسيون ما تمش لي فيزا لشيء توا عماد باش نحوصل معاك ما ينجمش يدخل لإيطاليا؟ لا ما ينجمش يسافر لإيطاليا؟ لا ما ينجم أنا صغيرة بالقانون تعاود تجيب باسبورت يمشي أنت تسافر أنت وأبنائك عماد لا واضح يعني أنت لو عماد تتحل مشكلته ويصبح أنه يسافر لإيطاليا تمشي أنت وأبنائك وعماد لإيطاليا تكملوا تعيشوا غادي إي واضح واضح هو برشا مرات وقتاش مش تغاشش ما شوية قلت لك جودي بارا بارا جيبي صغيرة بارا هو عنده أخته في فرنسا في فرنسا قلت لك بارا في فرنسا بارا قد يبدأ أخت ما أنا مش أمشي مش وتنسى تونس تنساها كي تمشي لإيطاليا مش تنسى تونس ليه أتي دارتاينا تونسي دارتاينا أنا خبمش عليش خباتي بوسيبيليتي أي تا وقت نجي ايطالياني عندي مشكله بال انا حبتي بوسيبيليتي على صغير على صغير شنو جدتي مدرسه باي بوسيبيليتي بوسيبيليتي وي انا حب وقتاش ولدي ادم كبير كبير او حب اقعد في ايطاليا او في تونس كيف انا فرانا كيف ما هو عنده بوسيبيليتي وقتاش حاب يمشي وقتاش حاب نجي ايه ايتي حابين تاع صغار مش يا انا ماد كبير تاع وكاو يعني ما فهمتكش جديد انت وي. تحب صغار كي يعيشوا في ايطاليا لا اذا انا حاب يمشي انا حاب والله توانسة علموك برشا حاجات انا حاب يمشي في ايطاليا علاش ما ايماد اتي بوسيبيليتي على صغار على ولدي هكا باهي جدد يلا شو الاغاني التونسيه اللي تحبها؟
شنو خايب تعطوني؟ أغاني أغاني تسمع أغاني؟ شنو أغاني؟ أغنية شانسون كان سؤال موسيقى ليه ولدي موسيقى. سمعتي بالتي سمعتي بالتي ولدي مش هنا وبالتي شكون ادم ولدي كبير بالتي وشكون اخر بالتي او شنو ماستر سينا ماستر سينا انت جيت اليوم اللي عندي ما نقول لك بالطبيعه تحب تلقى حل لمشكلتك انت العائليه مع زوجك عماد وي واضحين وي يلا باش نشوفوا ضيفنا في الجزء الثاني موجود ام لا